خلال الأيام القليلة القادمة، بداية من يوم الجمعة، كذلك نهاية الأسبوع يوم السبت إن شاء الله، وحتى بداية الأسبوع القادم، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما نفس الوضعية الجوية، استقرار في حال الطقس بعد انقشاع ضباب خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية، للإشارة فقط خلال يوم الأحد سحب ستلتحق على مناطق الجنوب الغربي، حتى درجات الحرارة ستعرف بعض التراجع بداية من يوم الأحد إن شاء الله.